جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. نكفلون في العالم، نحن فداء للوطن. اهلا وسهلا، اهلا السادة المديرون، السادة الإطارات الأمنية والجهوية، السيدات والسيدات الضيوف الكرام، أيها التلامذة حفاظ الأمن، يسعدني أن أرحب باسمي الخاص باسم كافة موظفي رسالة اعتماد طريقة التداول بين المدارس التكوين الأمني لتوظيف خصوصياتها في تنفيذ الأنشطة التطبيقية والنظرية والاستغلال الأمثل لخبرات واختصاصات إطار التدريب والتكوين والاستعانة كذلك في تنفيذ البرامج بكفاءات عالية من الوحدات النشيطة. قادر عاشور مدير المجلس الوطني تكوين مفتش شرطة بسوسة. اليوم كما تشوفوا تشرفنا حضور سيد وزير الداخلية أشرف على اختتام الدورة 12 للتكوين حفاظ الأمن في المدرسة الوطنية تكوين مفتش شرطة بسوسة. العدد الدورة هذه 296 مجموعة التلامذة الذومية قضاءوا سنة تكوينية، تلقاوا خلالها تكوين شامل، تلقاوا اكتسبوا من خلاله الكفايات الأساسية للعمل الأمني، المجالات البدنية والفنية والمهنية والمعنوية، بما يؤهلهم للاطلاع بالمهام تحمل الأمنية بكل كفاءة واقتدار خلال أيام القليلة القادمة. بركة الله نطلق على هذه الدورة اسم دورة الصمود. دورة الصمود، أجمل ما في الحياة أن نبني جسرا من الصمود على بحر الإخلاص للوطن. الوطن كرامتنا، الوطن كلمة نعيشها وندرك قيمتها بكل معانيها. تونس الحرية، تونس الكرامة، تونس النظام، تونس البطولات والتضحيات، تونس للجميع. إنها الحضارة في عمق التاريخ. نحن أبناء الأمن الجمهوري نعلنها عاليا، لا ولاء إلا لك يا وطني. تسليم العلم المفدى إلى إطار التدريب. وأدعوكم بالمناسبة للحفاظ
الإصرار على قداسة رسالتكم نحو وطننا العزيز، والتفاني في أداء الواجب مع التحلي بالرسالة والثبات والبذل والتضحية ونكران الذات والمحافظة على السر المهني وحماية مؤسسات الدولة وصون كرامة مواطنيها وممتلكاتهم وأعراضهم والتقيد بعقيدة الأمن الجمهوري. إن شاء الله المؤسسة الأمنية واجب أنها تكون جاهزة، بطبيعة الحال جاهزيتنا طيبة، لكن نحاول نبقى مركزين. مازلنا في أول الفترة متاع الصيف، وهذه فيها معناها محطات كبيرة ومحطات هامة اللي هي معناها تتعاود كل عام، ولازمها تحذير كبير حتى يتعدى الموسم معناها إن شاء الله في أفضل الظروف. كما تعرفوا ولا نساك نستعدوا للامتحانات الوطنية، وهذه مناسبة هامة ومناسبة تهم العائلات الكل، معناها تأمين الامتحانات، تأمين مراكز الإصلاح شيء مهم جدا بالتعاون مع المؤسسة العسكرية. الحقيقة كل شيء معناها تم تنسيق ما بيننا اثنين باش يقع تأمين المحطة هذه. كذلك عندنا العديد من المحطات الأخرى، تعرفوا موسم صيفي، مهرجانات صيفية، عودة التونسيين بالخارج، الموسم السياحي، موسم الحصاد، كلها محطات هامة، وأكيد أن المؤسسة الأمنية جاهزة بإذن الله حتى تأمنها كيف ما العادة وأكثر إن شاء الله. بطبيعة الحال كله بطبيعة الحال. هو الحقيقة راه ما تنجمش تفصل حاجة على الآخر. احنا ما نسبقوا الخير وجاهزين، وان شاء الله ما فما كان الخير. انا النجاحات الامنيه تحدث عليها انت، انا ما نتحدث كان على الاستعدادات نتاعنا. مستعدين اذا كان فما نجاحات ماذا بينا، لكن المهم ان نبقوا مركزين على معناها الوضع الأمني في البلاد حتى يكون التونسي بالحق يشعر بالأمن والطمأنينة اللازمة. إن شاء الله نفهم كل الخير. جوهرة FM، الدنيا وما فيها.